في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب لتسجل نحو 1873 دولارا و75 سنتا للأوقية. أما على صعيد المحلي سجل عيار الذهب 18 نحو 1873، أما عيار الذهب 18 فوصل إلى 1012 جنيه، أما بالنسبة لعيار الذهب 21 فوصل إلى 1180 جنيه وهو الأكثر مبيعا. بالنسبة لعيار الذهب 24 وصل إلى 1348 جنيه. بالنسبة للسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 9440 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لتسجل الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي، إذ رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي احتمالات شح الإمدادات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3% لتسجل نحو 112 دولار و39 سنتا للبرميل، كما صعد الخام غرب الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 109 دولارات و77 سنتا للبرميل. أما أسعار المازوت فقد تراجعت عالميا بنسبة 1.1% لتصل إلى 4 دولارات و4 سنتات للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 74% لتسجل نحو 8 دولارات و4 سنتات لكل مليون وحدة حرارية.